أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت الطائرات الحربية التابعة لتحالف الدولي غارات جوية عدة على الرقة تركزت معظمها على منطقة الجسر القديم، كما قصفت قوات سوريا الديمقراطية بالمدفعية الثقيلة بعض المناطق في المدينة في الرقة، واستمر حتى ساعات الصباح الأولى. إلى ذلك احترقت مساحات واسعة من حقول القمح والأراضي الزراعية في منطقة الساحل بريف الرقة الغربي بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة. كشف رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة أن هناك حشودا غير مسبوقة لإيران وميليشياتها في سوريا، وأوضح أن هناك تكديسا غير مسبوق للأسلحة التي أصبحت تتدفق في الآونة الأخيرة على مختلف أطراف الصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل نظام الأسد الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى مدينة درعا تتضمن أسلحة متطورة بمشاركة ميليشيات داعمة له. ألقى الجيش المصري القبض على شخصين يقدمون الدعم الإداري للعناصر الإرهابية ويقومون بأعمال الرصد والمراقبة ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية. يأتي ذلك استمرارا في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء وتعقب الخلايا الإرهابية ومعاونيها. ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل بلجيكي اتهم بالاشتراك في الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، وكان 130 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب المئات عندما هاجم مسلحون وانتحاريون قاعة للحفلات الموسيقية وملعبا كبيرا في وقت متزامن ليلة 13 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2015. عد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن كوريا الشمالية وبرنامج أسلحتها النووية يشكلان تهديدا للجميع، ودعا المجتمع الدولي للعمل معا حول هذه القضية. وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، آخرها تجربة صاروخية يوم الاثنين الماضي. سقط 10 قتلى وجرحى على الأقل في انفجارات نفذت خلال تشييع أفغاني قتل خلال الاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية بالعاصمة كابول. ووفق وزارة الداخلية الأفغانية فإن التفجيرات وقعت خلال تشييع سليم عز الدار، وهو نجل سياسي أفغاني معروف. تستعد شركة فيسبوك لإطلاق تطبيق رسائل جديد للمراهقين يسمح للوالدين بمراقبة الأشخاص الذين يتواصلون معهم مع أطفالهم، كما سيكون مغلقا أمام الغرباء الذين يصطادون على الإنترنت. تفاصيل الخدمة المرتقبة التي تسمى كلام تم اكتشافها مدفونة في كود إلكتروني تم إطلاقه كجزء من منصة فيسبوك. شكرا للمتابعة.